اولا مش عايز ادفع التأخير اللي فات، يعني مش من عكس التأخير، لكن يعني غصب عني لما الدنيا بتقرب بيبقى. احنا كنا بنتكلم على الأضواء الكنسية على أساس إن هي مش عمل إداري بيتعمل أو مجرد إحصاء، لكن قلنا المقصود يعني خلاصة الكلام اللي كنت بقوله المرة اللي فاتت إن هنشتغل فيها خدام مدارس أحد، هنخدم بيها الطفل، يعني كل القطاعات في الكنيسة والشبان والشابات والأسرة، كل حاجة من الحاجات دي كلها. احنا يعني هنتكلم النهاردة عن موضوع مهم طبعا في الرعاية اللي هي الأسرة كمركز للرعاية. احنا ما اتكلمناش قبل كده في الموضوع ده. الأسرة معروف عنها ان هي البيئة، بجد كده يعني يمكن مشكلة الأيام دي هتبقى البيت مش الكنيسة، لأن يعني الكنيسة طبعا أنت عارف إحنا بنقضي فيها وقت قليل وبطريقة معينة يعني، لكن البيت هو اللي إيه المجال العمل اللي بينفذ فيه كده. الأسرة هي البيئة التي ينشأ فيها الطفل، لذلك اهتم الكتاب المقدس وكذلك الكنيسة بالأسرة. العهد القديم كانت الأسرة في العهد القديم هي المجال التي كان يعمل فيها الله، في نشأة الكنيسة. يعني ايه هفسر الكلام ده؟ يعني ربنا كان بيعمل الكنيسة كأسرة الأول، يعني مثلا يقول لك اختار ابراهيم وايه وسارة، مثلا يورينا أسرة واحدة، يورينا ما هي دي الكنيسة الأولى في نشأتها، يورينا أم بتهتم بأولادها، يورينا مثلا بنت بتهتم بحماتها سارعوت مثلا. دي حاجات كلها توري إن الله كان بينشئ الكنيسة من خلال إيه؟ تكوينه للإيه؟ للأسرة. أنا قلت إيه؟ كان ينشئ الكنيسة من خلال تكوين الأسرة بحيث هو يكون رأسها، يعني ربنا يكون رأس الأسرة دي ورعيتها ورعيها. صحيح كنت تشوف حاجة يعني الأسرة بتتكون كده وربنا يمسك إبراهيم ده يبقى هو المسؤول عنه، هو اللي بيباركه، هو اللي بيرعاه في شكل أسرة. هي مش هي دي الكنيسة؟ هي الكنيسة كده كانت بالظبط. يعني ده مش مفهوم بس هنلاقيه في العهد الجديد يقول له سلم على الكنيسة التي في بيتك، لا، هيقول لك حتى ابراهيم ده بعد كده يبقى اسم ربنا اله ابراهيم، يبقى اسمه اله ابراهيم في شكل اسره مقدسه كان الله هو رايتها وراعيها وراسها، كابراهيم وساره واسحاق ورفقه ويعقوب ورحيل. كذلك تحدث الله عن الأسرة المخالفة، يعني الأسرة الوحشة، يعني اللي ظهرت يعني كآدم وحواء التي تمثل ايه؟ مين يقول تمثل أسرة ايه بشكل ايه؟ أسرة حابة تنفصل عن ايه؟ على ربنا. على فكرة يعني هم حابين يعيشوا بإيه؟ لوحدهم. التي تمثل لنا أسرة أرادت الانفصال عن الله، مش هو قال لهم كده؟ تعيشوا انتوا لوحديكم تبقوا مثل الله.
الانفصال عن الله والحياة بدونه. كذلك يتحدث لنا الكتاب المقدس عن الأولاد العاقين غير الوحشين يعني ومصيرهم. مين من ولاد نوح؟ كنعان ابن نوح. ككنعان ابن نوح والام مش في تعال ام تبقى في البيت كده تبقى لا في العالم اوي بل هي في العالم اوي والام المحبة للعالم والملتصقة بيه كامرأة لوط. كل دي كانت اسر. وكيف ان الاسر السريرة انتجت اولاد اسرار؟ هو يقول كده مش يقول كده ان بنات ان اولاد الراه راوا ان بنات الايه؟ ايه بنات الناس؟ ما اولاد اسر بس اسر ايه؟ وحشان. فطلعوا بناتهم ايه؟ وحشين. وتحدث الله عن خلاص الكنيسه بشخص موسى عن طريق اسرته عن طريق امه. وكيف اوصى الله عن الاسره؟ احنا قلناها مره في تثنيه كام؟ تثنيه سته. لما قال له عن الشريعه اكتبها على وانا تنام هينام فين وهيقوم فين وقوام بيته ومش دي الاسره دي يبقى كله كان في البيت. واوصى عن اولاده كل الحاجات دي. وتكلم عن الزوجة الصالحة وارتباطها بحماتها وإخلاصها لها. فرعون التي منها جاء المسيح بالجسد. وتكلم عن إنجاب الناس. فكان صموئيل ابن الصلاه زي يجيب عيال ومعناه ابن الصلاه. فكان صموئيل ابن الصلاه ومعناه من الله سألت من الله. يبقى صموئيل ده اسمه اللي انا سألته منين؟ ربنا. يعني حتى الولد بيجي من عند ربنا. وامور اخرى كثيره لاحظها يسوع قائلا اما انا وبيتي سنعبد الرب. ومن هذا كله يتضح لنا ان الله هو رب الايه؟ الاسره ومدبر كل امور. ممكن انت تكمل بقى يمكن انا انت حاجات انت تكتب في الكتاب هتلاقي فيه حاجات كتير. اما في العهد الجديد نبتدي بمين؟ فكان زكريا واليصابات برين سالكين في جميع عطاء الله الرب واحكام. يقول عن المسيح رب المجد وكان ربنا يسوع المسيح يصعد الى اورشليم كعادة العيد. منين العادة دي جت؟ فسر ده ان هم كانوا بياخدوه وهو طبعا يسافروا بيه يروحوا العيد فبقت عادة. فالكتاب بيقول كعادة العيد. فالعيد كان عادة في حياة ربنا تكونت في الأسرة من الطفولة.
وكان خاضعا لهما. في انجيل معلمنا لوقا ومن الامهات التي دفعنا ابنائهم لمحبة المسيح مريم ام يوحنا الملقب مرقس. ده كان لسه شاب صغير مريم مرقس. شوف البيت اتفتح ازاي. لما يتفتح البيت قدام المسيح يبقى ايه؟ يبقى بيت المسيح. كيف جعلت بيتها مكانا مريحا للمسيح ليسوع؟ وام ابنائي زبدي دي كانت لها غيرة دي عاوزة لازم واحد على اليمين واحد على ايه على الشمال. يعني شوف حتى لو انه فرق كبير قوي لكن يعني فيها غيرة ام كده مشغولة بولادها كده انهم يكونوا كبار في عينين المسيح. ان يجل التي ارادت ان يجلس احد ابنائها عن يمين ربنا والاخر عن يسار. وأسرت لعازر الحبيب وأختين وأخته أو أختي وأخته التي كانت تحب يسوع. ونمسك بولس الرسول شوية كده وتيموثاوس والإيمان الذي أودعته في الأسرة. عن طريق أم وجدتك. وقول معلمنا بولس الرسول سلموا على الكنيسة التي في بيته. كلوسي 4:15 ودعاءه في رسالة تيموثاوس لبيت مين؟ نيكيفوروس أنيسفورس. ده احنا بناخدها دي يعني الآية اللي في العهد الجديد اللي بتتكلم على انه بيدعي الواحد مات يعني بيصلي من اجل واحد ايه واحد انتقل للسماء يعني بناخدها كدليل الصلاة على الايه على الموت ليعطيه الرب ان يجد راحة في ذلك اليوم. يا يعني ربنا يديله نعمة في اليوم الاخير قدام ربنا. اما تاريخ الكنيسة انا مش عاوز اتكلم كتير لان انت ممكن تطلع حاجات تانية دي مش مجرد يعني تاريخ الكنيسة. في حديثنا السمكسار دائما عن القديسين انهم تقيين دائما كده ما هي انهم ولدوا من ابوين تقيين دائما كده. هتصير اي قديس ولا ابوهم كانوا كويس. وأسرة القديس باسيليوس الكبير أخته وأمه مكرينة وأثرهما في حياة الأسرة. ووالدة القديس بطرس خاتم الشهداء. وام اغسطينوس والست رفقة واولادها والام دولاجي. طبعا انا لما احب اتكلم عن الاسرة هبتدي الاول بسر الزواج.
الزكاه وبعدين نتكلم عن الاولاد. فانا نتكلم الاول عن سر الزواج في الكنيسه. طبعا سر الزواج اكتشفه رب المجد يسوع نفسه في عرس قانا الجديد. ويمكن لو كانت المسيح حضر عرس قانا الجليل يمكن كان في ناس احتكرت الايه الزواج زي ما عند اخواتنا الكاثوليك احيانا. لكن المسيح بنفسه حضر الايه العرس وباركه وفرح الناس الايه اللي حاضرين معاه. اولا يتم سر الزواج بحلول الروح القدس بين شخصين ممتلئين من الروح القدس. ولا اشتغل ازاي ولا مش تمام كلامه. انا فاكر واحد خادم لطيف كان عندنا زمان يعني زمان ولا قريب مش مهم. المهم ان هو بعد ما خلصت الكيل لان هو راجل مبسوط شويه ماديا انا ما عرفت طبعا. لكن بعد كده كان السهره فين في فندق فلسطين مثلا مش عارف يعني بعد كده وسهره كانت صاخبه جدا. وبعدين ازاي يبقى سر مقدس وينتهي بالنهايه دي الوحشه. اصلا كان بيبقى السر ده قبل صلاه باكر الصبح ويتختم بالايه بالمناوله. ولسه فضل العاده ديت عند الناس انها تتناول معناها ان هي يعني مفروض ان هم هيبتدوا حياتهم الجديده هيعترفوا ويتناولوا وروح ربنا حملهم. ده المفروض كده. انا فاكر احنا عندنا في الكنيسه في الاوائل يعني في السنين الاولى كنا نكتب نمضي العريس والعروسه على تعهد كده لطيف قدام الهيكل. كنا طابعين في الوصية وشوية حاجات بسيطة كده قراءة الإنجيل كل يوم صلاة وينظم زي ما بينظم على الإيه؟ على عهد. وكنا لازمين الورقة دي في الإنجيل عهد قديم وجديد ياخدوه معاهم وهم في وسط الإيه؟ في نهاية الكنيسة. ثانيا لا بقول يجعلهما اثنين لا يجعل الاثنين واحدا. دي طبعا الاثنين الواحد دي معناها ها سر معناها يعني مفيش ذاتين. ان هو الافضل من كده ان ربنا عاوز يقول خلاص بقى فيه ذات ايه ذات واحدة. اي ان سر الزواج يكثر الذات ويجعلها ذات واحدة هي شخص المسيح. طبعا العرس لازم بيتقرا الانجيل في سر الزواج فيؤسس ثالثا يؤسس على اساس الانجيل. ثانيا يؤسس على اساس الانجيل كقول معلمنا بولس الرسول في رسالته لاهل كلوسي. الحته دي تعتبر كلها عن اسره اصحاح 3 من ايه 18 ل 22 بيقول كده نمر ألف مثلا أيتها النساء اخضعوا لرجالكن كما يليق في الرب. نمر باء أيها الرجال أحبوا نساءكم. في افسس بيقول كما احب المسيح الكنيسة. نمرة 3 ايها الاولاد اطيعوا والديكم. وتستغرب اول لما يتقرا البولس بتاع افسس
في الاكليل وتلاقيه يقول ايه ايها الابناء افيعوا ايه والديكم اصله بيكون اسره. يعني نفس بولس ده اللي بيتكلم عن الولد بتاع ابوه بيتقرا في الايه؟ في الاكليل. الشعور بالامان. عشان كده طبعا معروف ان المسيح لغى الصلاة خالص، يعني دي اكبر حتة في ايه؟ في في الشعور بالامن في البيت، ان يكون في استقرار، يعني على الاقل يبقى الفكرة دي ملغية اساسا. حتى لو ظهرت في ظروف خاصة، لكن هي اصلا هم بادين على اساس ان هي ايه؟ يعني مش موجودة نهائيا في ذهنهم. نعم جواز اسمه ففي شعور بالايه؟ بالامان. اقول لك الموضوع مهم ده جدا، ان احنا في القرن العشرين النهارده صدقني لو تجيب مشكله الناس كلها، مشكله الاطفال في بيتها عدم شعور بالامن، في خوف كده، الناس مضطربه، امراض نفسيه كتير، والناس مضطربه وتعبانه وخايفه. اذا كان جو البيت مليان اطمئنان يبقى ايه؟ هو ده الجو اللي ايه؟ المسيح. لا احنا بنسميه عندنا الايمان، بنسميه الايمان، وفعلا الناس بيسموه شعور بالامن، او يعني ان الجو يكون ايه؟ في اطمئنان. طبعا الشعور بالامن ده هيتولد من الثقه المتوفره في البيت. بيت كده ملعين كله بالايه؟ بالثقه. الواحد ساعات مثلا حتى لما ولد يجي يعترف ولا بتاع يقول ده انا متضايق بس جابوني عشان اصلهم بيثقوا فيا قوي وانا كنت مش لطيف في الحكايه دي. يعني شعور بالثقه حتى لو غلطوا، اللي برضه شعور بالثقه ده معناه ان ده ربنا ما بيثق فينا، احنا بنثق كمان في الناس اللي معانا دايما في البيت. الحديث الدائم عن محبه الله رب الاسره. وعدم تكوين عقدة الاضطهاد والشكوى المستمرة عند الأطفال. والشكوى المستمرة عند الإيه؟ الأطفال. يعني لما يخش أب الأسرة مثلا البيت يقول إحنا مضطهدين في الشغل، يركب العيال دايما إيه؟ شعور بالخوف، ما بيفوتهمش. ده بيملى البيت بجو من الإيه؟ من القلق. ويخش أبونا أول ما يخش يقول عملت إيه في المشكلة ديت؟ يعني ويبقى جو الكنيسه كده على بعض كده، ان هي الكنيسه فيها ايه؟ قلق واضطراب، واحنا مش عاوزين نربي اولادنا على جو ايه؟ مليان بالخوف ابدا. طب حتى يفرض ان في ضيقات ومشاكل، لكن في حلول كتير قوي عند ايه؟ عند ربنا. نتكلم عن مجد ربنا وعن محبته وعن رعايته لينا، ليس دايما يبقى الخوف والقلق هو جو الايه؟ البيت. النقطه المهمه جدا النهارده عدم الهم. بس لا تهتموا بالغد، دي وصية انجيلية لازم تتنفس في البيت ولا مش تمام؟ لا تهتموا بالغد دي بقى تفسرها ازاي بقى في ايه؟ في جو الامتحانات بقى وايه؟ وجو التنشن اللي هو شد اعصاب البيت من الطفل اللي ايه؟ للراجل الكبير. لا تهتموا بالغد. ونفهم ولادنا ان في فرق بين الواحد يؤدي الواجب بتاعه، وفي فرق بين واحد ايه؟ يهتم. انه ممكن واحد يكون مذاكر ومضطرب. في فرق بين الهم وفي فرق بين الايه؟ الواجب. وربنا سامحني يعني كمان ساعات الام بتبقى مهتمه قوي وشايله الهم على بناتها مثلا. فبص تلاقيها غصب عنها ايه؟ تروح مثلا في راجل بيعمل سحر ولا بتاع، ما تفتكرش الحكايه دي بسيطه لكن منتشره لحد كبير في وسط الكنيسه بين امهات اتقياء كمان يعني كويسين، لكن غصب عنهم من الايه؟ من القلق. من القلق. فبعدين القلقان ده عاوز حل مشكلته باي ايه؟
بأي طريق. يعني انا بقول لك انا اتكاهن ان ناس كتير من الكويسين قوي في اعترافاتهم يقولوا ابونا سامحنا لان روحنا لواحد قالوا لنا ده عامل عمل ولا بتاع. والشيطان طبعا بيحل الحاجات دي. لما اقول لك احنا ما رحناش لواحد كمان يعني واحد ده سماش كنيسة يدخل مزامير صدق وما بياخدش فلوس كمان. نعم وفي معلمين. ده احنا عندنا اليومين دولت واحد في الإبراهيمية أسيس بروتستانتي عامل كنيسة جديدة كده بعد عند كوريانيل في شارع الإبراهيمية كده. دي شغلته دلوقتي خالص. يعني الكنيسة مفتوحة للعملية دي. واكتشفت إن في ناس كتير بتروح عنده. نعم؟ أي حاجة. كل عليه الصلاة والسلام اللي عاوز يتجوز يشوف له وعامل له. وطبعا كل واحد بيروح له بيقول له آه في عمل. يعني مفيش واحد راح له قال له مفيش عمل. مهم جدا عدم الهم. صدقني انا بل في كل شيء صدقني بحس بيها. شوف حتى كنيستنا الاسبوع الاولاني في الصيام كان لا تهتموا ايه يعني كلام قاسي من المسيح في توبيخ جنابك الحق وطيور السماء. كنيستنا بتعلم الكلام ده. وحدة الرأي في البيت ثالثا طبعا مش هما واحد ها هذا اللي ده رأي واحد دين وحدة الرأي في البيت. المحبة وعدم الغضب والاحترام المتبادل. لأن على فكرة أول ما يبقى الاحترام يفقد والاثنين بيتغاروا في عينين ايه؟ بعض وفي عينين اللي هي الكلام. نعم كان مثلث النقطة لازم نقطة الحصانة عدم هم القناعة الأيام دي مع الغلا والدوشة والهيصة والزوصة. هي بس أحاديث البيت كلها عن الإيه؟ عن الغلا مثلا. أما الغلا يعني إحنا الحمد لله لغاية دلوقتي محدش مات يعني من قلة الإيجو في الأكل يعني أي. وبعدين إحنا ناس المسيحيين متعودين على الصيام متعودين على الزوج. نعم معلش لكن منين متعودين عن الزهد وعن الحاجات الحلوة ديت ومنين دايما قلقانين على الاكل. طب ما هي معناها غلط او حتى لو العكس غلط. طب ما هو ده موضوع برضه خطير. اذا كان انا دلوقتي صايم وقلقان بالاكل يبقى برضه ايه؟ ما هو يكون قطاع لا اي حاجة لا صحيح. مشكلة العصر الحالي. طب اقول لك تفتكر ان دي مثلا في بلاد النامية بس زي البلاد الافريقية؟ ما هو كل بلد لها ماء. ما هو في السعودية لاقين ذهب لكن كاين مية مثلا. انت تعرف السنة اللي فاتت واللي قبليها في كاليفورنيا كانوا على وشك مجاعة يعني من المية لان المطر ما نزلش لمدة سنتين. ازمة بلاد العالم في كل الخيرات. وكانوا بيستوردوا المية من المكسيك. وكانوا يكتبوا اعلانات للعيال كده سيف ووتر اند درينك ميلك. وكانوا يبطلوا في المطاعم يقدموا مية. يعني عايز اقول يعني ما تبصش انت الاكل هنا مثلا ده موقف وكل حته لها ازمتها الايه؟ الخاصه يعني. بس المسيح شخصي عايز في كل الحاجات دي ايه؟ مش مشغول فيها.
ما اللي بيقول طيور السماء لا تجمع وفراخ غير تاني ليه؟ هنقول عشان كده ليه بس عشان تقول بس ان احنا بلد كبيرة كل واحد لا برضه ايه مشاكلها الخاصة يعني. ومهما كان في غلاء احنا وصلناش مثلا بيقلت في مجاعة مثلا فاكر لما كان في الهند وكانوا بيوصلوا لهم بيعيدوا على امريكا انها بعثت لهم القمح بالمراكب كان مفروض تبعثوا بالطيارات لان المراكب ما لحقتش توصل خلاص ماتت من قلة عشان ما فيش العيش مثلا احنا قلنا ايه دي نمرة كام انا عيد نمرة طيب نقول بقى ايه نقول نمرة داري الجو الروح في البيت تقديس الصلاة والصوم والكتاب المقدس وصور للجسيم كان زمان يحكوا كده في القديم يعني لما البنت تتجوز بيحضروا لها العكس ده فيحطوا مع العكس الصمودية وإجبال من ضمن الجهاز لأن طبعا زمان كانت البتاعة دي الإجبية بتتنفخ فدي مش حاجة رخيصة دي حاجة غالية أوي يعني تروح مع العصر تقضيت الأعياد في البيت صحيح يعني يسرد الأطفال مثلا صغيرين وطلع لقوا الآباء مثلا بيقدسوا الأعياد بس مش بيتصرف ما طلعوا زيهم يوم الرب مثلا ويوم الرب ومحبة المحتاجين الاحتراف من خطية الإدانة ومسك السيرة تطلعت بسرعة للأطفال الأطفال دي وعدم السير في طيار العالم طبعا ده ماليش ليميت يعني لما تتفتح الام مثلا او الاب في النواحي دي تبقى ملهاش ايه ملهاش نهاية نعم اما ليش ما احنا ماشيين برضه مع الموضة وكل حاجة لكن لما الناس بتغالي في الحاجات دي بتخلق جو في البيت مش حتى تخش البيت كده تلاقيه مش ايه مش طبيعي كده تلاقيه كده زي ملزق يعني ايه يعني عايز اقول بس تلاقيه في مزار ومن ممارسة اسرار الكنيسة المعظم عليه زمان كان في رأي ان مثلا ساعة القداس عشان العيال ما يعملوش دوشة يعملوا لهم فانوس سحري او السينما ولا حاجة صح لكن هو الاصح طبعا الام تمسك ابنها في ايه في ايه تمسك ابنها في ايه عشان خاطر ايه ما يروحش هنا ولا هنا نعم هايزين نصدقني ليه حل بس خالص هي لو وقفت لاخر الكنيسة خالص ولا تسمع عايزين مش هيعمل دوشة ولو زي ما تطلع بره وترجع تاني لغاية لما ايه اتعود في مصر هنا في اسكندريه ويشوفهم لا اصل ممكن يشوفوا لو هم مثلا زي عندنا مثلا في الكنيسه عندنا كده مطرح المدرج ده لو الوقت هجيب جاي ممكن يشوفهم ما يوصف ما يوصفش لو في عيال بتعيط يعني
وتبقى السماعة جوه. او ايه اللي ممكن يطلع في اوضه؟ انا عاوز اقول اخر الكنيسه دايما كل الكنائس بره كده، اخر الكنيسه يعملوا اوضه وشها ازاز، وشها ازاز وشباكها على الشارع، فيبقى يقعدوا العيال مع امهاتهم ويبقوا شايفين من الايه؟ من الازاز، وفي سماعه جوه الاوضه بتسمعهم ليه؟ فكلوا شايفين وسامعين، لكن هم مش مسموعين بره. مش مسموعين بره. يعني في اخر التين. فناخد سير المعمودية. ناس بتفكر ان المسيحية دي بتتكلم كتير عن الاسرة. الاسرة المترابطة. يعني عاوزين نقول الكلام صعب النهاردة، ان المسيحية بتفكر الاسرة خاص وتدوبها في اسرة كبيرة او في اسرة كبيرة اللي هي بتبقى ليه كنيسة. فرغم ان الولد بيتولد ميلاد اولاني في بيته بنتكلم على الاسرة، ما نقصش الرابطة الجسدية، لان بعد كده ممكن يرتبط بالكنيسة الام الايه الكبيرة، ولا مؤاخذة ممكن برضه يكبر ويبقى ابن تاخد كل حاجة ويقول لبابا لا ما اقدرش تسمع كلامك في الحتة دي، هسمع كلام الكنيسة. ممكن. يعني اذا بتكون اسرة ايه؟ اكبر من الاسرة اللي هنا. يعني انا عايز ابص للكنيسة ان هي برضه احنا ما زلنا في مجال الايه؟ الاسرة. فالمعصر المعمودية هو سر تكوين الاسرة الكبيرة. بتوع التربية يقول لك بعدين يتكون عنده معرفش احساسات اجتماعية وعلاقات بالناس اللي حواليه وبتاع، فالكنيسة عملت كل ده جوه اسرة ايه؟ اسرة كبيرة. انا قلت ايه بس؟ الاسرة الكبيرة المولودة من فوق، بقى الخط واضح يعني المحدد املها واتجاهاتها في الروحيات. مرة جاي نتكلم عن المعمودية بالتفصيل بقى ان شاء الله. يا ربنا يسوع اعطينا وكل شعبك يا ربي ان نعيش في مخافتك كل ايام حياتنا وفي طاعة انجيلك. بارك بيوتنا وبارك اسرنا واسحق الشيطان تحت اقدامنا سريعا، وبدد كل مشورة راضية منه، واعطي يا رب ان تكون كل بيوتنا كنيسة مقدسة شاهدة ليك في وسط هذا البيت. بالبركة باركنا كلنا ربي، بركة الصوم المقدس، شفاعة أم نور الست العذراء مريم، يا أبانا الذي في السماء.